بسم الله الرحمن الرحيم. العتبة العباسية المقدسة، قسم التربية والتعليم العالي، مجموعة مدارس العميد التعليمية، مدرسة در العميد الابتدائية للبنين. معكم معلمة المادة نور موسى صالح، مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي. عنوان درسنا لهذا اليوم: القسمة على الأعداد الطبيعية. أهداف درسنا لهذا اليوم: نتوقع من تلميذنا في هذا الدرس أن يكون قادراً على أن يجد ناتج قسمة عدد على عدد آخر مكون رمزه من رقم واحد. ثانياً، يتحقق من صحة ناتج القسمة. ثالثاً، يجد ناتج قسمة عدد على عدد آخر مكون رمزه من رقمين. رابعاً، يجد ناتج القسمة على عدد آخر مكون رمزه من ثلاثة أرقام. خامساً، يتحقق من صحة الحل. أول شيء بالقسمة على الأعداد الطبيعية، نحن سبق وأن درسنا العمليات الأربعة على الأعداد الطبيعية، لكن في موضوعنا لهذا اليوم سوف نتعمق بعملية القسمة. أول شيء راح نأخذه بعمليات القسمة هي القسمة على عدد مكون رمزه من رقم واحد. القسمة على عدد مكون رمزه من رقم واحد. مثال أول: جد ناتج 441 قسمة 3. بما أن القسمة على عدد مكون رمزه من رقم واحد، فأول شيء راح أخذه أسوي القسمة الطويلة اللي بهذا الشكل وأكتب 441 قسمة 3. نأخذ بالبداية أول رقم من العدد، أول رقم من العدد. ليش؟ لأنه عندي عدد مكون رمزه من رقم واحد. القسمة على عدد مكون رمزه من رقم واحد. بما أنه مكون رمزه من رقم واحد، إذن راح أخذ أول عدد. راح نقول 4 تقسيم 3 بها 1، أضرب الواحد في 3 راح يطلع لي 3. 4 ناقص 3 كقسمة اعتيادية راح يطلع لي 1. بعدين أجي أخذ ثاني رقم اللي هو أيضا 4، أنزله بالقرب من الواحد فراح يكون عندي الناتج 14 قسمة 3 راح يطلع لي 4. 4 في 3 12، وأيضا العملية مرة أخرى راح تكون طرح، فراح يكون 14 قسمة 12 راح يطلع لي الناتج 2. أرجع أخذ الرقم الثالث المتبقي من العدد وهو 1، فراح يكون 21 قسمة 3 راح يطلع لي الناتج 7. 7 في 3 21، والقسمة هنا منتهية عند طرح 21 من 21 راح يطلع لي 0. إذن خطوات حلي هي: أول خطوة أنه أقسم الأربعة على 3، ثاني خطوة أقسم الأربعة عشر على 3، نزلت الرقم الثاني، ثالث خطوة هي قسمة 21 على 3، وقسمتي هنا هي قسمة منتهية لأنه صفرت، فراح يكون 441 قسمة 3 الناتج 147. هذه هي القسمة على عدد مكون رمزة من رقم واحد. أول ما أخذ أول رقم. ليش؟ لأن عندي مكون رمزة من رقم واحد. زين، إذا كان للتحقق من صحة الناتج، للتحقق من صحة الناتج، كيف أتحقق من إنه الحل اللي أنا حليته صحيح؟ المقسوم اللي طلع لنا، المقسوم اللي هي 147، المقسوم يساوي ناتج القسمة. إيش قد طلع لنا بالقسمة الناتج 147 في المقسوم عليه؟ المقسوم عليه اللي هو كان عدد مكون رمزة من رقم واحد اللي هو 3 زائد الباقي، فيكون ناتج القسمة 147 في 3 اللي هي
المقسوم عليه زائد صفر الباقي، ما عندي باقي، كانت قسمتي منتهية، راح يطلع لي المقسوم اللي هو 441. من تحققت من صحة حلي وطلع لي المقسوم، إذن عملية القسمة صحيحة. لو نأخذ مثال آخر، جد ناتج 339 تقسيم 4، نفس الخطوات السابقة. أيضا هنا راح أخذ 3 قسمة 4 لا يمكن، فأخذ رقمان، أخذ رقمان 33 قسمة 4 بها 8، 8 في 4 32. إذا كان قسمت 3 على 4 وكان الناتج 0، فأني أقدر أنه أخلي 0، هذا دليل على أنه لا يمكن القسمة، أو ممكن رأساً أخذ الرقم الثاني اللي هو 33 قسمة 4 مباشرة 8، 8 في 4 32، وأطرح 33 من 32 راح يكون الناتج عندي 1. أنزل باقي المقسوم اللي هو 9، فراح يكون عندي 19 تقسيم 4 بها 4، ويكون الناتج 4 في 4 16، راح يكون الناتج الباقي 3. للتأكد من صحة الحل راح أضرب 84 في المقسوم عليه زائد الباقي، 84 في 4 زائد 3 راح يطلع لي الناتج 339. إذن القسمة مالتي صحيحة. نأتي إلى النوع الثاني من القسمة، وهو القسمة على عدد مكون رمزة من رقمين. لإيجاد ناتج قسمة عدد مكون رمزة من رقمين، نفس الخطوات السابقة، باستثناء بدل ما أخذ رقم واحد راح أخذ رقمان. راح عندي 825 تقسيم 25، أخذ 82 دفعة واحدة، 82 قسمة 25 راح يطلع لي 3، 3 في 25 75. ناتج طرح 82 من 75 يطلع لي الناتج 75، يطلع الناتج 7. إذا أنزل الرقم الثالث اللي هو 5 بالقرب من 7 راح يكون عندي 75 تقسيم 25 بها 3، 3 في 25 75، وباقي القسمة هو 0. وأيضا للتحقق من صحة الحل نأخذ 33 ضرب 25 زائد الباقي 0، لازم يطلع لنا الناتج 825. لو أخذنا مثال آخر، 2430 تقسيم 32، أيضا نفس الخطوات السابقة، نقسم 24 على 32 رقمين، الناتج شنو كان؟ 0 ما بيها. أخذ هالمرة 3 أرقام، إذا ما كفى أنه لما أخذ رقمين أخذ 3 أرقام، فمئتان وثلاثة وأربعون تقسيم 32 يطلع لي 7، 7 في 32 يطلع الناتج 224. أطرح 224 من 243، يبقى لي الناتج 19. أجي أنزل الصفر المتبقي من المقسوم، فراح يكون 190 ناقص 160، الباقي هو 30. للتحقق أيضا من صحة الحل نأخذ 75 ضرب 32 جمع الباقي اللي هو 30، راح يكون الناتج 2430. أما النوع الثالث من القسمة هي القسمة على عدد مكون رمزة من 3 أرقام. أراد معلم تقسيم 1984 دفتر على 124 تلميذا، ما حصة كل تلميذ؟ بما أنه طلب حصة كل تلميذ، إذن هو قسمة 1984 على 124 تلميذ، صار عندي عدد مكون رمزة من 3 أرقام. فأكيد أول ما راح أخذ أول 3 أرقام اللي هي 198،
تقسيم 124 بها 1، راح أضرب الواحد في 124 يطلع لي الناتج 124، والعملية طرح ويكون المتبقي هو 74. عند إضافة الرقم المتبقي من ناتج المقسوم 4 إلى 700 راح يكون 744 قسمة 124 بها 6، 6 ضرب 124 يكون الناتج 744. أيضا طرح راح يكون عندي القسمة هنا 0، ناتج القسمة ناتج الطرح 0، إذا باقي القسمة 0، أي أن 1984 قسمة 124 تساوي لي 16 دفترا حصة كل تلميذ. وللتحقق من صحة الحل نضرب الناتج 16 في 124 زائد الباقي اللي هو 0، راح يكون الناتج عندي المقسوم، وبهذا نتأكد بأنه حلي هو صحيح. لو أخذنا مثال آخر لإيجاد ناتج قسمة 25496 تقسيم 314، نفس الخطوات السابقة، راح نقسم 254، قلنا ناخذ أول 3 أرقام بما أنه عندي المقسوم عليه مكون من 3 أرقام، إذا آخذ أول 3 أرقام، هنا راح تكون عندي 254 صفر، ما بيها قسمة 314، إذا صفر، راح آخذ الأربعة أرقام كاملة، 200,549 قسمة 314، راح يكون عندي الناتج 8، 8 ضرب 314 راح يكون عندي 2,512. باستخدام عملية الطرح راح يكون المتبقي عندي من الطرح هو 37 فقط. أجي أنزل الستة الباقي من المقسوم، فراح يكون عندي 376 قسمة 314 بها 1، 1 ضرب 314 راح يكون عندي الناتج 314. أيضا باستخدام عملية الطرح راح يكون عندي الناتج 62. للتحقق أيضا من صحة الحل راح أخذ 81 ضرب 314 أجمع مع الباقي اللي هو 62، راح يكون عندي المقسوم اللي هو 25,496. إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم.